سؤال يا سيدنا، ما صحة حديث تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وتعليق سيدنا عمرو بن العاص عليه؟ طيب المشكلة يعني اسمع احترم، أنت اتفضل. تعرف أن المسلم أن المسلمين يقل لنا في آخر الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإنه ليأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. نعم. بدأ الإسلام وقال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب لياة نساء دوس حول ذي الخلصة، صنم دوس الذي كان يعبد في الجاهلية.